هذا الشيء ديال الاشغال ما عرفناش واش الاخوان اللي هما مكلف لا وجات سبحان الله السي الحريق اللي عنده الاشغال ولا فاطمه الزهراء الى عموميه ما تاداوش رجع قول لي بانه شنو وقع انا ما تجيش تقول لي بانه مصاريف ديال التليفون 60 مليون وتقول لي انا مقاطعه الدائره 17 نقول لك من الملحقه 17 بقات شهر بلا ريزو بلا الانترنت ها هو السي ربيع يقول لك شعيط ولا لا اليه قوم صعد الناس معطله وتجي تقول لي انا بغيت نخلص لي 60 مليون غير في استهلاك ديال التليفونات وتجي تقول لي بانك سير اليات ديال النقل 120 مليون زائد 80 مليون ديال المازوط شكون اللي كيستافد منه في اطار صاش ديال النفقات حنا كنقول لك الاولويه الرئيس ومن هنا هذا المبر كنقول لك هذا الا كان تليفونات انا كنقول لك من دابا كنقول لك انا يحز في نفسي نجي انا نمشي زنقه ونجبر انا الحفافر ونجبر بان الزفت 10 مليون وانا عندي التليفون ديال المقاطعه انا من دابا كنقول لك وقف ديك التليفون ديال المقاطعه ما عندي ما نعمل به سرشد النفقات خلينا خاي داك الشيء يمشي فيه يمشي في الصالح العام اللي لاحظت من خلال الاجوبه لا ديال الرئيس ولا الناس اللي كتسير هو انه دائما هناك تهرب مسؤوليه دائما هناك يعني محاوله ايجاد طرف اخر باش نرمي عليه الكره مثلا اللي كتكلم لي انا على مشروع على هذا الشيء ديال التهيئ ديال المشاريع اللي خاصها ديال التهيئ البنيه التحتيه داخل المقاطعه كيقول بانه حنا رفعنا من التماس المجلس الجامعي حنا عارفين بان فاقد الشيء لا يعطيه المجلس الجامعي ما عندوش هناك ما يسمى بالفائض باش يمكن يعمل تجهيزات وماشي يمكن يعمل بانه مشاريع ديال التجهيز او مشاريع اللي كتهم البنيه التحتيه داخل التراب ديال المقاطعه هما كيتشكاو بانه المصارف الاجباريه منحه ديال هي مصارف اجباريه المقاطعه ما لحد الان لا توصل 42% بحال اللي عتشوف تاخذ اللجنه الماليه وفي الوقت اللي كنجيو كنبيعوا الوهم للمواطن كنقولوا بانه حنا وصلنا ملتمس المجلس الجامعي باش يعطينا مشاريع هذا انا كنعتبره بانه تهرب مسؤوليه هذا بانه المسؤولين ديال تاخذ الصوره بالمقاطعه ما كاينش هناك واحد الترافع على المشاكل الحقيقيه ديال الساكنه كذلك ملي كنتهرب المسؤوليه ديالي انا من الشواهد الاداريه وكذلك التراخي وكرمي الكره على السلطه انا بالنسبه لي القانون واضح اختصاص ديال المقاطعه اذا كانت هناك شي مراسله ديال السيد والي فيما يتعلق لان هذا الشيء قلناه حنا ما كنتخباوش كنقول هذاك رد فعل على مجموعه ممارسات يعني مورس داخل المقاطعه هو اللي خلى بانه السيد ولي وجه هناك رسائل كتقول لهم التزموا باحترام ديال القانون ولكن ملي كنجي انا نتا كرئيس ديال المقاطعه ما قدرتش تدافع على الاختصاص ديالي ما قدرتش ترافع على الساكنه ديال ما كتقول لي بانه انا يدي مكبل ما نقدرش نرخص للناس حنا غير البارح شوف فيديوهات كيقول لك بانه الناس ديال المرس اشند انا من دابا شهر كنطلب منهم ينزلوا التراخيص غنرخصوا لهم جات لك جد الوثائق جات لك بان التصميم ديال التهيئه ما استطعتيش تصميم التهيئه راه مختصاص بالفعل بانه الدراسه مكلفه بها الوكاله ولكن اللجنه المركزيه فيها العمده ديال المدينه فيها ممثلين ديال الجماعه لان ما يمكنش بانه يتم النظر او الموافقه على نسخه نهائيه ديال التصميم التهيئه بدون التوقع ديال الجماعه وبالتالي ما تهربوش المسؤوليه كذلك انا بالنسبه لي انا دابا الان الناس بغات تعرف راه الدوله ماشيه قدام راه خصنا نكونوا واحد الصدقيه ديال الخطاب مع المواطن ما يمكنش نبقاو نقولوا بانه حنا غنرجعوا للماضي نبقاو نرخصوا بديك الطريقه فرضيه دابا الان الترخيص في اطار ديال القانون ما نبداوش نبقاو نرموا الكره ونحملوا المسؤوليه السلطه كتقوم بالضروره في اطار تفعيل القانون ديال 966 12 اللي كيعطيها حق ديال المراقبه ولكن حنايا كمنتخبين كمؤسسه منتخبه خصنا نلقاو الحلول والحلول ماشي كنلقاوها الا اما عن طريق التسمنتهي اما عن طريق اخراج تصاميم ديال اعاده الهيكله باش نرخصوا ديك الناس تينا ما باغيش تعمل هاد الحوايج هادو تينا فشلتي باش تعمل هاد الشيء هذا وفي الاخر كترمي الكره للناس اخر ولهذا انا كنقول بانه ما يحز في الانفس ديالنا هو انه هاد هناك مجموعه ديال الاختلالات في التدبير مازال بانه كان هناك حيره كان هناك تدافع اسري كنا كنتمناو بانه العقليه ديال التسير داخل سور المقاطعه تتغير ولكن من خلال هاد جدول الاعمال من خلال كيبان بانه دار لكم مازالت حاليا نتمناو بانه التقطوا اشارات في المستقبل وشكرا. جبنا هنايا نقطه في الوقت اللي مشاكل حقيقيه ديال المقاطعه كتغفلوا عليا انا كنت كنتمنى ونمشي معاكم بانه هاد الناس ديال سيدي ادريس هاد الشيء ديال الترخيص في الاماكن اللي هي ناقص ديال التجهيز في وصلات خصنا اعاده النظر في التصميم ديال التهيئه ومن حقنا نرفعوا شي ملتمس لانه التصميم هذا في الاخير ما كيلبيش الطلبات او الاحتياج ديال السكان ديال المدينه ديال طنجه اللي خصو ديال المقاطعه ديال ميما كذا كذلك ملي كنجيو المشاكل ديال الشواهد الاداريه انا بغيت يفهم انا اش بالضبط واش حنا باغي نحلوا المشاكل الحقيقيه ديال الساكنه ولا كنجيبوا نقط من اجل الاستهلاك او كنسيبوا الكره لجهات اخرى وكنتصموصوا حنايا المسؤوليه ديالنا وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
ليصلكم كل جديد.